إذاعة صوت القدس تقدم المسلسل الإذاعي آخر النفق للكاتبة الفلسطينية روضة الفرخ الهدهد. سيناريو وحوار بشرى صافي. تمثيل بشير عويضة، نزار زيارة، حاتم كلاب، علام السرساوي، رنين زيارة، خولة زيارة، عز الدين حسونة، بلال الغلبان. شارك في التمثيل سعاد حلس، أيمن أبو مصطفى، نبيل ساق الله. آخر النفق إخراج بشرى صافي. أنا سمعت عن صلاح الدين الأيوبي وكأني شايفه هالقيت، شايفه بلبس الحلو وعمامته المميزة وهو بدخل القدس للسلام، كأني شايفه بقيم الصلبان عن المساجد ودور العبادة، وبنفسه هو اللي بقيم الأوساخ والقاذورات عن مسجد عمر والقبة المشرفة، لا وكمان هو اللي بيشرف على شطف وتنظيف ساحات المسجد الأقصى مع جنوده. الله أكبر. كأني شايفه هو برش مية الورد على قبة الصخرة بداخل المسجد الأقصى وساحاته، يفرشوا بالسجاد الفاخر، وأنا كأني شايف منبر صلاح الدين لما وصل المسجد الأقصى. هذا المنبر يا نضال طلب صلاح الدين الأيوبي من عم نور الدين زنكي أمير حلب، منبر فعلا رائع في فن النقش والزخرفة. صحيح كلامك يا محمد، وكأني شايفهم كمان وهم حاملينه هو ملفوف بالقماش وحطوه في المسجد الأقصى، ولما كشفوا عنه وشافوه ارتفعت صيحات الإعجاب والتهليل والتكبير لجماله وروع تصميمه. بعدها صعد صلاح الدين المنبر وألقى من عليه خطبة مؤثرة: أليس له أن يحمد الله كثيرا على نصره المؤزر له باستعادة أراضي فلسطين من أيدي الصليبيين؟ أليس له أن يحمد الله كثيرا على نصره العظيم في معركة حطين؟ أليس له أن يحمد الله أكثر على دخوله بيت المقدس سلما دون إراقة الدماء فيها؟ ولكن صلاح الدين الأيوبي لم يكتفي بشكر الله بالكلمات والصلوات، بل إنه بدا منذ اللحظة التي دخل فيها القدس ببناء المباني ذات الفخامة والجمال. محمد، نضال، أرى أنكما لم تعودا تستوعبان ما أقوله لكم عن القدس، هيا اذهبا مع حنظلة لتلعبا في النفق ولنكمل الحديث بعد رجوعكما. لكن يا شيخ كنان، أنا مش مستعد للعب ومش حقدر أتأخر أكثر من هيك، ووعدت صاحبي ناجي العلي أرجع له لما أعرف إيش بصير في القدس، وإنت يا شيخ وعدتنا ندخل القدس مع بعض، لكن إنت بتعرف عن محطات التاريخ كتير، ايش بدي اعمل انا هالقيت وكيف بدي ادخل القدس؟ كلام حنظلة صح يا نضال، انت مش شايف انه لازم نرجع للقدس؟ وين سيبنا ابوي وابوك؟ يلا تعال تعال امشي معي، خلينا ندور على الطريق بلكي نلقاهم. اللي مخوفني أكتر المظاهرات واليهود اللي دب الدنيا. يا عفو الله صدقت، والله والله اليهود مستشرسة وما بتضرب إلا برصاص الحي قاعدة. انتوا هيك قلقتونا عليهم بزيادة وأنا قلبي مش مطمن. شو رأيك يا أبو محمد نبلغ عنهم مركز الشرطة بلكن ساعدونا؟ سحبتها من راس لساني. يلا يا طيب نتوكل على الله. يلا أبو نضال، بالله عليك مر على بيت أبو نائل، نضال دايما بروح يلعب مع ابنهم كرة، يمكن تلاقيه عندهم هو ومحمد.
أنا قلق عليكم، سأرافقكم حتى نهاية النفق فقط، هيا بنا. كنتم مع المسلسل الإذاعي آخر النفق من إنتاج إذاعة صوت القدس. إذاعة صوت القدس، صوت حر لشعب حر.